قد يكون ظاهر الكلام غير مطابق للحال وليس كذبا، ومما يروى في ذلك أنه دخل على زياد رجل من أشراف البصرة، فقال له زياد: أين مسكنك من البصرة؟ قال: في وسطها. قال له: كم لك من الولد؟ قال: 9. فلما خرج من عنده قيل لزياد: إنه ليس كذلك، فقد كذب عليك في كل ما سألته عنه، فليس له من الولد إلا واحد، وهو ساكن في طرف البصرة. فلما عاد إليه سأله زياد، فقال له: ما كذبتك، لي 9 من الولد، قد مات منهم 8 فهم لي، وبقي معي واحد، فلا أدري ألي يكون أم علي، ومنزلي بين المدينة والجبانة، فأنا بين الأحياء والأموات، فمنزلي في وسط البصرة. قال له: صدقت. ولقي شيطان الطاق، وكان من شيعة الإمام علي رضي الله تعالى عنه رجل من الخوارج وبيده سيف، فقال له الخارجي: والله لأقتلنك أو تبرأ من علي. فقال: أنا من علي ومن عثمان بريء، يريد أنه من علي وشيعته وبريء من عثمان، وبذلك تخلص من القتل ولم يغير رأيه. وسئل ابن سيرين عن رجل فقال: توفي البارحة. فلما خرج الرجل الذي سأله وجد الرجل الذي سأل عنه حيا، فعاد إلى ابن سيرين وقال له: ألم تخبرني أن فلانا قد توفي البارحة؟ قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وإنما أردت بالوفاة النوم.